وللتعليق على الموضوع مشاهدينا الكرام ينضم الينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الاستاذ حسين سبعاوي. اهلا ومرحبا بك يا استاذ. اهلا وسهلا حياكم الله. حياك الله. وايضا معنا عبر الهاتف من برلين الخبير الامني والعسكري محمد فوز اللامي. اهلا ومرحبا بك يا استاذ محمد. تحية طيبة لكم سيدي ولضيوفكم والمشاهدين الكرام. حياك الله. ابدا معك استاذ حسين، يعني كيف قرات كلمة عادل عبد المهدي اليوم وهو يحاول اظهار المتظاهرين أنهم يعني ثلة من خارقي القانون، معطلي الحياة الاقتصادية، معطلي مصالح ملايين من الناس؟ يعني قراءتي لكلمة السيد عادل عبد المهدي فيها كثير من التناقضات. أبرز ما فيها قال أنه في حالة استقالة الحكومة ستتوقف الإصلاحات. ما أعرف عن أي إصلاحات سوف يعني يتكلم، عن أي إصلاحات الذي يتكلم فيها؟ عن السرقة، عن الهيمنة الإيرانية، عن الطائفية التي عشعشت في ومزقت الشعب العراقي. فأين الإصلاحات التي يتكلم عنها في حال استقالة الحكومة؟ أما تقليله من قيمة المتظاهرين وأعدادهم وإلى آخره، هذه المظاهرات هي أكبر يعني أكبر عدد من المتظاهرين في العراق خرجت في هذه المظاهرات وتوسعت أفقيا وعموديا وخاصة في بغداد، إضافة لمطالبها ذات السقف المرتفع والذي يعني تمثل فيه الشعب العراقي كافة. يعني في فقط نقطة مهمة على ذكركم لهذه المظاهرات وطريقة التعاطي معها. في الحقيقة هذه يجب أن تستوقفنا قوله أن هناك بعض الدول تستخدم وسائل أقسى بكثير ضد المتظاهرين. ماذا يريد أن يقول من خلال هذه العبارة؟ طبعا هذا الكلام مردود على السيد عادل عبد المهدي، لا يمكن أن يقيس أو يعني يضرب مثل في الدول التي تستخدم أقسى، بل على العكس عليه أن يتكلم عن الديمقراطية في الدول سواء الغربية أم الدول الحديثة الديمقراطية. من المعيب جدا أن يتكلم هناك دول تستخدم أقسى، هذا معناه تهديد مبطل للمتظاهرين، وأعتقد يعني جريمة تضاف إلى جرائم التي قتل من خلالها أكثر من 200 أو 300 شهيد، آلاف الجرحى. ماذا يريد السيد عادل عبد المهدي؟ هل يقتل الآلاف يعني وتكون هناك مجزرة لكي يشفي غليله، أو يكون شبيه بهؤلاء الدكتاتورين الذي يتكلم عنهم؟ هذا حقيقة كلام مردود ولا يليق بمسؤول بمستوى أن يكون المسؤول الأول في السلطة التنفيذية يتكلم بهذا الأسلوب. نعم، اسمح لي أنتقل للأستاذ محمد فوزي اللامي من برلين عبر الخط الهاتفي، الخبير الأمني والعسكري. سيد محمد، دعني أتساءل معك عن ما ورد في هذه الكلمة والحديث عن فراغ دستوري يمكن أن يحصل فيما لو استقالت هذه الحكومة. يعني اشترط استقالة الحكومة بوجود بديل، ووجود البديل لا يبدو سهلا في الحقيقة، وبالتالي نحن أمام حكومة تصر على الاستمرار على الرغم من كل المطالبات الموجودة حاليا. يعني سيدي الكريم، طبعا الفراغ الدستوري هذا هو ما يهدد به النظام الموجود في العراق، وفي نفس الوقت هدد به حسن نصر الله في لبنان. فهذه حقيقة مسألة غير واقعية، لأنه لكن الواقع بأن ما جاء في خطاب عادل عبد المهدي هو عبارة عن أنصاف حلول. يعني المتظاهرون في الشارع اليوم يريدون حلول كاملة، والرسالة واضحة بالنسبة لهم، مطالبهم واضحة وسقفها واضح، لكن عادل عبد المهدي يرد عليهم بأنصاف حلول محاولة للخروج بأقل الخسائر. طبعا هي كانت حقيقة الرسالة غير موفقة، رسالة غير صحيحة. اليوم لو شاهدنا ما يجري في ساحة التحرير وبقية المحافظات من بعد هذه الكلمة، طبعا سببت تأجيج للشارع العراقي. اليوم العراقيين أصبحوا أكثر إصرارا على الخروج وعلى الإطاحة بهذا النظام من بعد ما سمعوا من عادل عبد المهدي ومن حكومته. نعم، هل تتوقع أن يعني يستمر عبد المهدي في إدارة حكومته؟ يعني سيدي اليوم واضح جدا بأن هذه الحكومة لا تريد أن تقيل حتى على مستوى مدير عام. اليوم هم ينظرون إلى الواقع، اليوم ينظرون إلى الوضع على أنه الأمور أصبحت عبارة عن جبهات، لا يريدون التصدع في جبهتهم، الجبهة التي تدعمها إيران. قاسم سليماني وضح لهم الخطة أنه اليوم نحن نتعامل على أنه هذه المؤسسة زائدة الشعبية هي مؤسسة واحدة. بالعكس، اليوم قسموا وضعهم إلى جبهات. اليوم يعتقدون بأن استقالة هذه الحكومة سوف تصبح بداية لانهيار هذا النظام. لذلك اليوم تجد بأنه إصرار كامل على أن تبقى هذه الحكومة بوضعها الحالي بجميع أفرادها وعناصرها، وعلى المتظاهرين أن يقبلوا بما نقدمه نحن لا بما هم يفرضون. وهذا بالتأكيد سوف يؤدي إلى
إلى تصاعد كبير. اليوم المتظاهرين دعوا إلى اعتصام طبعا، والمرحلة القادمة بالتأكيد سوف تكون الاعتصامات المدنية العامة. نعم أستاذ حسين، يعني في كلمته قال أن استقالة الحكومة سيؤدي إلى تعطيل مسير الإصلاحات. لطالما سمعنا هذا الكلام على لسان السياسيين خصوصا رؤساء الوزراء منذ عام 2005 حتى يومنا هذا، هم يتكلمون عن إصلاحات، هم يتكلمون عن خدمات إلى الشعب. هل سيصدق الشعب العراقي اليوم هذه الكلمة؟ هناك أزمة ثقة ما بين تصريحات الحكومة وما بين الشعب العراقي. ما خرج الشعب العراقي لو كانت هناك ثقة وهناك تصديق في التصريحات والوعود التي تتكلم بها الحكومات، سواء حكومة السيد عادل عبد المهدي أم من كان قبله. لكن اسمح لي بس تعليق على موضوع الفراغ الذي يحصل في حالة استقالة الحكومة. لا يوجد فراغ، هناك نص دستوري يحق لرئيس الجمهورية طلب رفع حجب الثقة عن رئيس عن الحكومة العراقية، وهناك أيضا نص آخر ينص على أنه يحق لنائب مع 25 عضو من مجلس النواب تقديم طلب حجب الثقة عن الحكومة. فمن أين يأتي هذا الفراغ الدستوري؟ حقيقة أن السيد عبد المهدي يتكلم وكأنه لم يقرأ الدستور العراقي نفسه. فهناك أزمة ثقة ما بين الشعب العراقي وما بين المسؤولين الحكوميين، وخصوصا على مستوى رئيس الوزراء في وعودهم للمتظاهرين. وشفنا هذه الوعود عندما كانت مظاهرات في البصرة، وعندما كانت المظاهرات في 2011 وقبلها في 2013 بما يسمى الحراك السني. جميع هذه الوعود السيد المالكي في حين قال أعطوني 100 يوم وأنا أحقق جميع هذه المطالب، وخلال هذه 100 يوم عندما استثمرها قتل جميع المتظاهرين سواء في الحويجة أم في الموصل أم في الرمادي أم في بيجي وغيرها. فبالتالي لا يوجد ثقة ما بين الشعب وما بين هذه الحكومات لكي تصدق هذه الوعود وهذه التصريحات. نعم أستاذ محمد، يعني دعنا نتساءل عن رأيكم فيما جاء اليوم من مطالبات للمتظاهرين. المطالبات مهمة ويبدو أنها مدروسة بالفعل، وأن المتظاهرين واقعيون كانوا في إبداء هذه المطالبات سواء برحيل الحكومة أو بعقد انتخابات خلال فترة معينة وبتشكيل حكومة من مستقلين بشروط معينة. المطالب سيدي واضحة، 10 مطالب رئيسية، مطالب كبيرة تؤدي بتغيير شامل لهذا النظام، لهذه العملية السياسية ولهذه الأحزاب، تغيير في الدستور وحتى تغيير في النظام من نظام برلماني إلى نظام رئاسي. طبعا اليوم نيويورك تايمز الأمريكية وضعت هذه الشروط في على على يعني على صفحاتها الأولى. الرأي العام الأمريكي بدأ يأخذ يعني يلفت النظر. اليوم الأمم المتحدة أصلا استنكرت ما يجري في العراق. هنالك اليوم بدأ يتحرك الرأي العام، بدأ يتفاعل مع هذه المطالب الحقيقية والواقعية. نحن اليوم لو جئنا إلى هذه المطالب، هي مطالب كل مواطن عراقي وليست مطالب المتظاهرين فحسب، وهي حقيقة خارطة طريق صحيحة. هل هي قابلة للتنفيذ أستاذ محمد؟ نعم، هل هي قابلة للتنفيذ على أرض الواقع باعتقادكم؟ بالتأكيد سيدي، طبعا لأنه زخم هذه التظاهرات سوف يعني سوف لن يتراجع. المتظاهرون مصرون جدا على أنه هذا النظام يتبدل، استقالة هذه الحكومة ومحاسبة هذه الأحزاب ورحيلها وعودة الأموال. اليوم هذه المطالب تبقى مرتبطة بعزيمة هؤلاء الشباب وبتواجدهم. اليوم نجد بأنه ليس هنالك أي حالة يعني حالة رخاوة أي حالة تراخي، بالعكس اليوم محافظات البصرة تنزف دما والناصرية، وهنالك حقيقة خطوات استراتيجية بدأت تتخذ في إغلاق الموانئ، شركات نفط الميسان وغيرها، المصافي في الديوانية. بالنتيجة إذا استمر هذا النظام في عمليات القمع سوف يرتكب جرائم حرب يلتفت لها المجتمع الدولي. طيب. ولا أعتقد بأنه هنالك مفر إلا بأن استقالة وأن ينتهي هذا النظام. طيب أستاذ حسين، مؤسسة كارنيجي للسلام في تقرير لها قالت أن انتفاضة تشرين هي أكبر حراك ضد الطائفية أو أكبر حراك شعبي ضد قوى أو ضد الكتل الطائفية. كيف ترجم ذلك بسلوك المتظاهرين؟ اولا هذا رد على كلام السيد عادل عبد المهدي عندما قال هناك قله قليله وهذه المؤسسه هي مؤسسه رصينه ورسميه، هذا واحد. ثانيا اهميه هذه المظاهرات انها خرجت في الوسط والجنوب التي كانت تعتبرها ايران انها حاضنتها الشعبيه وعمق استراتيجي لمشروعها الطائفي لتمزيق العراق. فعندما تاتي هذه المظاهرات وبهذا الحجم ولرفض للمشروع الايراني
هذا دليل واضح على رفض المشروع الإيراني لدى العراقيين مطلقا، هذا واحد. ثانيا أنه ليس لدى العراقيين مشكلة من يتولى زمام الأمور سواء كان سنيا أم شيعيا، بقدر ما يهمهم المشروع الوطني الذي يحمله. لحظة اليوم جميع العراقيين يتعاطفون مع هذه التظاهرات وكأنما تمثل الجميع، رغم أنها هي الغالبية لها في مناطق الجنوب وفي الوسط وفي بغداد، بينما تجد التأييد مطلق من الرمادي وفي الموصل وإلى آخره. بمعنى هناك ذابت الطائفية وأحرقت المشروع الطائفي لهذا السبب، أن هذه المظاهرات لها أهمية كبيرة في تاريخ العراق وتؤرخ ما بعدها وليس وتختلف عما قبلها. يمكن القول أنه أن المشروع الوطني لدى المتظاهرين أو لدى الشعب العراقي هو ما يخيف القوى الحاكمة وتجعلهم تجابههم يعني جعلت القوى الحاكمة وميليشياتها وقواتها الأمنية تجابههم بهذا العنف؟ بالتأكيد، لأنه هذه القوى بنت نفسها، بنت مشروعها على أسس طائفية، فبالتالي عندما تحرق الطائفية في العراق وينتهي مشروعها وترفض جملة تفصيلها من العراق، سيفلس هؤلاء ويعني يبدأ المشروع الوطني، وهذا ما يهدد مصالحهم وبقائهم في السلطة. وهذا أستاذ محمد في الحقيقة هو أهم ما يميز هذه الانتفاضة، انتفاضة تشرين، من أنها جاءت ضد المشروع الطائفي وضد القوى الطائفية في العراق، باتجاه عراق موحد، عراق للجميع، فيه حكومة تعرف كيف تتعامل مع الشعب وكيف توزع ثروات هذه البلاد. ولعل هذا هو بالفعل أهم ما يميز تلك المظاهرات أو الانتفاضة. سيدي، حقيقة أنه هذه الانتفاضة وهذا الجيل الذي هو طليعة هذه الانتفاضة أثبت وعي وطني كبير جدا، وعي عالي جدا، حتى سبق من قبله من الأجيال. تجد بأنه حاولوا كثيرا أن ركوب الموجة لم يستطيعوا، حاولت جهات دينية لم يقبلوا، حاولت جهات سياسية لم يفتحوا لهم المجال، بقوا محافظين على شعاراتهم الوطنية التي تدعي إلى الوحدة الوطنية طبعا، وأهدافهم واضحة جدا، يعرفون العدو الذي خلق الطائفية في العراق وهي إيران. لذلك ارتفع الصوت واضح من البصرة إلى بغداد بأنه إيران برة، مزقوا صور التي تتبع إيران واستبدلوها بشعارات وطنية. بالتأكيد سيد الكريم، هذا وعد كبير للطائفية، مشروع صرفت عليه إيران وصرفت عليه هذه الحكومة مئات المليارات، وسخروا له 6 سنوات، ذاب في شهر. اليوم انتهت الطائفية في العراق، اليوم العراقيين تجدهم اليوم على قلب رجل واحد، سواء من كان في الساحات أو من كان في السوشيال ميديا أو من كان خلف التلفاز. الجميع يحزن إذا انقتل متظاهر، والجميع يفرح لحوادث الفرح التي نراها. باعتقادكم أستاذ محمد، هل فهمت قيادات القوى الطائفية والميليشيات، فهمت هذه الرسالة؟ بالتأكيد سيدي، اليوم الرد العنيف والقتل والقمع اليوم هو عبارة عن فهم واضح لهذه الرسالة. التجريم اليوم، تشويه السمعة، الاتهامات، قيس الخزعلي بالأمس اتهم إسرائيل واتهم أمريكا والسعودية أن تقف خلف هذه، يحاولون شيطنة هذه التظاهرات. لكن المشكلة سيدي أنها ليست مظاهرات لمليون أو 2 مليون، اليوم المظاهرات مظاهرات عامة شعبية تشمل العراق من أقصاه إلى أقصاه، فمحاولات الشيطنة لن تستطيع أن, طيب. أن تصل إلى مداها. طيب. وبالتأكيد سيدي الرسالة واضحة وهم فهموها. نعم أستاذ حسين، يعني هنا المنظمات المحلية والدولية وشرائح المجتمع العريقة في العراق والنقابات والعمال كلهم طالبوا الحكومة بتخفيف حدة العنف وعدم قتل أي متظاهر، لكن الحكومة العراقية ما زالت تجابه المتظاهرين بقمع بقوة مفرطة باستخدام كافة الوسائل. هل باتت الحكومة العراقية لا تابها إلى المجتمع الدولي؟ هي لا تمتلك الشجاعة حتى لا تأبه بالمجتمع الدولي، ولكن الخلل في المجتمع الدولي الذي سكت عليها. لهذا السبب اليوم تقرير يعني ممثل الأمم المتحدة بأنه أعطى صورة قاتمة عن المجتمع العراقي، عما يعانيه المجتمع العراقي وخاصة المتظاهرين من استخدام القوى المفرطة والمميتة. فاليوم التقرير كان مختلف عما سبقه، لكن يبقى الفاعل الدولي مهم وخصوصا في عالمنا العربي، لأن الفاعل الإقليمي لحد هذه اللحظة هو داعم للحكومة العراقية وخاصة إيران. أما العالم العربي فهو ليس يعني لم يحرك ساكنا في الشأن العراقي لحد هذه اللحظة، ويعتبر فاعل إقليمي جامد.
أما الفاعل الدولي فلابد أن يكون هناك دعم للشعب العراقي في مطالبه السلمية المشروعة من الحكومة العراقية. لحد هذه اللحظة الفاعل الدولي داعما للحكومة العراقية وعليه أن يغير من سياسته ويدعم الشعب بدل دعمه لحكومة لا مكان لها وليس لها مستقبلا. لكن ازدادت حدة عنف القوات الحكومية خصوصا بعد أن قطع المتظاهرون الطرق والمصافي النفطية. يعني هل النفط أغلى من حياة البشر في العراق؟ لا، هو النفط يدركون أنه هو مصدر يعني سرقته. من أين يسرقون إذا قطع النفط؟ يعني هذه يدركون أنه قيمة النفط بالنسبة للحكومة العراقية، هذه الحكومة الفاسدة الذي وصل فيها الفساد إلى أعلى هرم السلطة وفساد العراق فيه في الأفق والعمودي. يدركون أنه قيمة النفط إذا ما أوقف التصدير بمعنى أنه يعني قد شلت هذه الحكومة، ويعني يعني حتى أركان الحكومة قد تكون مهددة. لهذا سوف يدركون قيمة النفط. أما قيمة الدم من قيمة النفط هؤلاء لا يأبهون بأي قيمة للشعب العراقي، لأنهم رهن المصالح الخارجية والمعادية للشعب العراقي ولا يهمهم المصالح الوطنية. يقدمون المصالح القوى المعادية للعراق على حساب حتى المصلحة الوطنية. نعم. دعني أتوجه بسؤال أخير لسيد محمد. في ضوء ما قيل حتى الآن وفي التداعيات التي حصلت حتى الآن والخطابات السياسية من شركاء العملية السياسية التي استمعنا إليها حتى اليوم، آخرها كان خطاب عبد المهدي، كيف تتوقع وترى مستقبل الانتفاضة، انتفاضة تشرين؟ يعني سيدي، اليوم هو عادل عبد المهدي أثبت أنه لم تصله طلبات المتظاهرين ولم يطلع عليها، لأنه هنالك من يدير الأحداث بدلا عنه. فبالتأكيد اليوم واضح جدا بأنه المتظاهرين مصرين جدا على أنه هذه التظاهرات سوف تستمر إلى أن تحقق مطالبها بعد 10,000 جريح وأكثر من 300 شهيد. هذه بعد هذه الدماء هذه الناس سوف لن تعود إلى منازلها، الطلاب سوف لن يذهبوا إلى المدارس، وحتى الموظفون أصبحوا اليوم مؤسسات كاملة، وزارة التخطيط وغيرها أغلقت. فالمتجهين نحو الاعتصام على نحو الصيان المدني ونحو مواجهة هذه الحكومة. تبقى على هذه الحكومة حقيقة يعني إما أن تسير في اتجاه المواجهة وتزيد من القتل، أو أن تكتفي بما يجري وتستقيل ويذهب هذا النظام برمته. نعم أستاذ حسين، يعني خامنئي في تصريحاته يصر على أن ما يحصل في العراق هو مؤامرة صهيونية ضد المشروع الذي يسميه هو بمشروع، رغم الأعداد التي تكتظ فيها الساحات العراقية، رغم الرفض الشعبي الواسع لإيران في الداخل العراقي. يعني بما نفسر إصراره على رأيه وعلى شيطنة التظاهرات وعلى جعلهم متمردين ودفاع قيس الخزعلي عليه؟ يعني أولا أنه هذا النظام منذ مجيئه إلى السلطة ووصوله عام 1979 ولحد هذه اللحظة لم يدخل أي معركة إلا مع العرب والمسلمين، وهو أشعل حرائق في جميع الدول العربية. والكيان الصهيوني لحد هذه اللحظة منذ تأسيسه وإلى الآن لم يقتل ولا إيرانيا واحدا، سواء ما قبل خميني وما بعد خميني. لهذا السبب هذه الكذبة سئم منها العالم العربي والإسلامي من التصريحات الإيرانية. أما دفاع قيس الخزعلي لخامنئي فكل على مولاه، والمرء يحشر مع من أحب. نعم، شكرا لك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا في الأستوديو، وشكر موصول لضيفنا من برلين الخبير الأمني والعسكري الأستاذ محمد فوزي اللامي. شكرا لكم.